خلوني دلوقتي أطمنكم على حالة الطقس النهاردة، أخبارها إيه؟ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. وخليني دلوقتي أطمنكم على درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية، ونبدأ مع القاهرة. القاهرة النهاردة العظمى سجلت فيها 25، الصغرى 18، اسكندريه 24/17، اسماعيليه 26/14، التقهليه سجلت 25/17، الغردقه 27/19، اما المنيا سجلت 26/14. خليني كمان اطمنكم على درجات الحراره المتوقعه بالنسبه للعواصم العربيه والعالميه، ونبدا مع الرياض. الرياض سجلت النهارده العظمى 34، الصغرى 19، ابو ظبي 34/26، انقره 15/2، لندن 16/13، واشنطن 21/15، اما بكين سجلت 18/9.